السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم سنقوم بتحليل سريع لمباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي جمعت بين فريق نهضة بركان وتيمبي مازيمبي. أولا، قبل البدء في هذا التحليل السريع، نبارك للفريق البرتغالي بالتأهل التاريخي لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو التأهل الثالث في تاريخ النادي. وهذا التأهل له طعم خاص، خصوصا أنه جاء على حساب أحسن الفرق الإفريقية من حيث الألقاب، سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية. وهذا التأهل الذي حققه فريق نهضة بركان جاء بريمونتادا عالمية، لأنه خسر أمام الخصم بهدف 1-0 في ملعب تيبي مازيمبي. وفي الشوط الأول من المباراة خرج بنتيجة التعادل هدف لمثله، لكن الريمونتادا التي قام بها في الشوط الثاني جعلته يتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، وهذا يعتبر إنجاز للفريق البركاني وللكرة المغربية بصفة عامة. فمدرب نهضة بركان إيبينغي اعتمد في هذه المباراة على خطة 4-3-3، وهي خطة هجومية من أجل أن يحسم التأهل في هذه المباراة ويسجل مجموعة من الأهداف التي تخول له التأهل. وأقحم في حراسة المرمى الحارس حمياني ورباعي الدفاع كل من بعدي ومقدم ودايو ومساوي. أما في وسط الميدان فقد اعتمد على كل من الرقراقي والناجي إضافة إلى الهلالي. أما في الهجوم فقد دخل بكل بناء البحراوي ولوكومبي وأجراوي. من خلال التشكيلة يتبين لنا أن مدرب نهضة بركان دخل بخطة هجومية من أجل أن يفوز بالمباراة ويحسم بذلك التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. فمع بداية الشوط الأول حاول فريق نهضة بركان الضغط على مناطق الجزاء لفريق تيبي مازيمبي، وهذا الضغط أفرز له عن الهدف الأول الذي سجله بكر الهلالي في الدقيقة 10، وهذا الهدف أعطى شحنة كبيرة للفريق البركاني من أجل تسجيل أهداف أخرى والسيطرة على المباراة. لكن فريق تيبي مازيمبي أدرك التعادل سريعا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب فيليب، وهذا الهدف بعتر كل أوراق الفريق البركاني، وكان فريق تيبي مازيمبي قادرا على تسجيل مجموعة من الأهداف في الشوط الأول، لكن تألق الحارس أعطى فرصة كبيرة للفريق البركاني من أجل العودة في المباراة. إضافة إلى أن التشكيلة التي دخل بها الفريق البركاني لم تكن في المستوى المطلوب، ما عدا بعض اللاعبين الذين قدموا مستوى جيد في الشوط الأول. وحاول مدرب نهضة بركان أن يتدارك الأمر، فقام بمجموعة من التعديلات عند بداية الشوط الثاني، حيث قام بإدخال كل من البحري والمهدي أوبيلا مكان كل من الرقراقي والبحراوي. وهذا التغيير قام به المدرب في الدقيقة 55 من أجل إعطاء دم جديد للفريق البركاني لكي يعود في المباراة. لكن رغم ذلك ظل فريق تيبي مازيمبي صامدا ومعتمدا على الحملات المرتدة التي كادت أن تشكل خطورة على الفريق البركاني. لكن كما قلنا تألق الحارس سواء في الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني جعل الفريق البركاني مسيرا لقوة فريق تيبي مازيمبي. لكن نقطة التحول في المباراة هي طرد الحكم للاعب تيبي مازيمبي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وهذا الطرد أعطى شحنة معنوية للفريق البركاني من أجل التقدم إلى مناطق جزاء الفريق الكونغولي. أما نقطة التحول الثانية في هذه المباراة هي دخول عمر النمساوي مكان عبد الكريم بعدي، فهذا اللاعب يملك مجموعة من المقومات والتي ساعدت الفريق البركاني في هذه المباراة،
فهو لاعب يجيد القيام بالعرضيات وكذلك التمرير بدقة، إضافة إلى إتقان الدفاع بطريقة جيدة. فبعد كل هذه التغييرات التي قام بها المدرب، ضغط فريق نهضة بركان على الفريق الكونغولي من أجل تسجيل الهدف الثاني، وهو ما تأتى له في الدقيقة 79 عن طريق العربي الناجي الذي سجل الهدف الثاني للفريق البركاني، وأعطاه شحنة معنوية كبيرة من أجل العودة في المباراة. ولم يقف الفريق البركاني عند هذا الحد، وضغط من جميع النواحي، سواء من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى أو من وسط الميدان، وهذا الضغط أفرز لنا عن ضربة جزاء في الدقيقة 88، حولها اللاعب يوسف الفحلي إلى هدف ثالث لفريق نهضة بركان. وحاول فريق تيبي مازيمبي أن يقوم بمجموعة من الحملات المرتدة، لكن دفاع نهضة بركان كان في الموعد، خصوصا في الشوط الثاني، فقام بمباراة كبيرة. فمع الضغط الذي كان يقوم به فريق تيبي مازيمبي، استغل الفريق البرتغالي حملة مرتدة في الوقت بدري الضائع، وسجل هدفا رابعا عن طريق يوسف الفحلي بعد تمريرة رائعة من اللاعب الشرقي البحري. وبهذا الهدف حسم فريق نهضة بركان التأهل إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، وهذا التأهل جاء بنتيجة كبيرة ونتيجة مستحقة، رغم أن الفريق قام بمجموعة من الأخطاء في هذه المباراة، إلا أنه استحق التأهل، وهذا التأهل له طعم خاص، خصوصا أنه جاء على حساب فريق كبير كتيبي مازيمبي المعروف في القارة الإفريقية بإنجازاته. ولهذا نتمنى لفريق بركان أن يحصل على اللقب، والذي يستحقه خصوصا بعد المسار الجيد الذي قدمه من بداية دور المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية.